كم مرة قلنا على المنبر، قلنا رب العالمين عنده رحمة رحمانية عامة، وعنده رحمة رحيمية خاصة. رب العالمين عنده رحمة رحمانية عامة وعنده رحمة رحيمية خاصة، والرحمة العامة والخاصة بيّنها الله تعالى في البسملة، اللي هي تكون افتتاح لكل سورة باستثناء براءة، وهي افتتاح كل عمل، وأي عمل هم يفتتح بالبسملة فهو ماذا؟ أبتر، كما ورد في تراثنا الشريف. ولهذا أنا أقول للشبابنا أي شيء تردون تسووا قولوا بسم الله الرحمن الرحيم، حتى من تطلع من باب الحوش. والله هذا الكلام مو خرافات وغير ذلك، حتى من تطلع من باب الدار قل بسم الله الرحمن الرحيم. شو تريد أقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ أي عمل تريد بسم الله الرحمن الرحيم. أمتنا يقولون البسملة أقرب إلى الاسم الأعظم من سواد العين إلى بياضها. أمتنا شو يقولون؟ راجعوا برهان سيد هاشم البحراني رحمه الله وشوف الروايات بداية سورة الحمد، يعني في ذيل البسملة، شوف الروايات تقول البسملة أقرب إلى الاسم الأعظم من سواد العين إلى بياضها، ومن بياض العين إلى سوادها، أقرب إلى الاسم الأعظم هاي البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وآثارها كثيرة وإلى آخره، وكلام كثير هنا. أنا الآن مو هذا كلامي.